السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بعد انقطاع فترة، كانت ظروف غرب خارجة عن إرادتي، وهنستكمل ما بدأناه في مكافحة حشرات الصحة العامة. تمام، هنتكلم النهاردة عن الدروس المستفادة في مكافحة الصرصور الألماني. تمام، وهوريكم النهاردة للناس اللي متعرفش شكل الكبسولة اللي بيكون فيها البيض بتاع الصرصار. تمام، علشان لو ست البيت شافت الكبسولة دي تبقى عارفة ان ده جيل جديد من الصرصور الألماني. تمام، تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه في الحلقة النهاردة، ويا ريت اللي بيشوفني أول مرة يشارك في القناة، يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير، خليه دعوة عامة بينا وبين بعض علشان يشارك العلم بينا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنتكلم عن الدروس المستفادة لينا كلنا لما بنيجي نشتغل على الحشرات الزحفة، بالأخص الصرصور الألماني. طبعا اللي بيشوفني أول مرة، الصرصور الألماني يعني احنا بنتكلم عن الحشرات داخل المطبخ. تمام، أهم حاجة النظافة، لازم ست البيت تبقى إيديها باستمرار في المطبخ. بنلاقي لو بنروح المطبخ نرش، احنا بيبقى عندنا خبرة نعرف ان المكان ده فيه نظافة مستمرة ولا لا، حتى بنعرف المكان ده بقاله فترة طويلة ما تنظفش. تمام، ده اللي بيخلي الحشرة موجودة باستمرار، وبيخلي شغلنا بيبقى صعب لما بنيجي نتعامل على الحشرة في المطبخ في الظروف البيئية اللي احنا موجودين فيها. ريحة أكل، في أكل، في مية، في عدم نظافة وإهمال، الناتج الطبيعي الحشرة هتزيد بصورة مفجعة. الحشرة هتكون موجودة في كل حتة، حتى داخل السقف المعلق. لو انت عندك في المطبخ سقف معلق، هتلاقي الصراصير بتخش تطلع فوق، مفيش نظافة عند حضرتك. ممكن تكون انتي ست بيت بتكسلي، ممكن انتي مثلا عندك شغل في وظيفتك غصب عنك، بس مش لدرجة ان الصراصير تبقى 1000% وهي اللي انتشرت في الشقة كلها. يعني كانت قنبلة موقوتة وانفجرت، لما انفجرت اتوزعت في الشقة كلها، علشان برضو كان رد الفعل كان بطيء. يعني قعدت فترة طويلة لحد ما اتصلت بشركة مكافحة حشرات عشان تبدأ تتعامل عندك، لما لقيت الموضوع خلاص خرج عن السيطرة. الموضوع لو كان جه من بدري كان اتعالج بسهولة، لكن بالشكل ده والشكل المفجع ده الشركة ايا كانت الشركة مش هينفع تعمل مكافحة من اول مرة. مرة في مرة، اول مرة تبدأ تقلل الحشرة، بعد كده هتبدأ تقلل الجزء الباقي. تمام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا بشتغل بمعيار معين في محدود من المبيد، ما ينفعش اعلي التركيز علشان ما تعبش حد معايا، علشان انتي ما تجيش او لو صاحب البيت ما يجيش يقول لي ارفع التركيز علشان عاوزين نموت كل الصراصير من اول مره. ما ينفعش كمهندس اسمع الكلام ده، علشان ما تحطش تحت طاقه القانون. لو حصل مشكله لا قدر الله، العميل هيعفي نفسه من المسؤوليه، هيقول لي انا ما قلتلكش، ولو انا قلت لك وانت عارف ان كلامي غلط اتصرفت ليه؟ برضو انت اللي وقعت في المسؤوليه كمهندس. فلو الكلام اللي بيتقال صح نفذ، لو الكلام اللي بيتقال غلط قوله لا حضرتك ما ينفعش انفذ، انت جايبني علشان انا متخصص، انا فاهم انا بعمل ايه، وفاهم المعيار المحدد اللي بشتغل بيه، وفاهم يوم ما اعلي التركيز بعليه لحد قد ايه، اللي النسبة برضو ما تأثرش على أصحاب البيت.
تمام، لكن احنا بنروح اماكن بنلاقي نسبة الاصابة 1000%، شديد الاصابة بدرجة فظيعة كل حتة. هعرض لكم دلوقتي صور متاخدة من مطبخ، حجم الاصابة فيه قد ايه. تمام، كنا بنستخدم فيه كاشف كارت لزق. شوفوا كميات الصراصير اللي قدامكم قد ايه، مصيبة وكارثة. تمام، صرصار يعني هينقل الميكروبات لولادنا ولينا. صرصار يعني وانت نايمة او انت نايم على السرير هتلاقيه ماشي عليك، هتلاقيه ماشي على الولاد من كترهم. ليه احنا نوصل الموضوع انه يبقى كارثة؟ ما احنا بنعالجه من الاول. تمام، بالنسبة للناس اللي ما تعرفش شكل كبسولة الصرصار الالماني اللي هو اساسا البيض اللي هيفقس جيل جديد من الصراصير، في كتير ما يعرفهاش، في فني ما يعرفهاش، في مهندس ما يعرفهاش، في صاحب بيت ما يعرفهاش، في ربة منزل ما تعرفهاش. تمام، عادة الصرصار الألماني لما ببص عليه، لو صرصار المطبخ يعني، لو انت مش متخصصة او انت مش متخصص، الصرصار بيبقى في نهايته في جزء لونه فاتح. تمام، هو ده الكبسولة بتاعت الصرصار، غالبا بيبقى فاصلها في جزء تاني، يعني بيبقى في مكان مستتر حاطط فيه الكبسولات كلها. هوريكم النهاردة شكل الكبسولات علشان لما تخش المطبخ وتلاقي حاجة بالشكل ده تعرف ان دي كبسولة صرصور ألماني. تمام، في جزء تاني هتكلم عنه، كنت اتكلمت في فيديو سابق عن شركات سيئة السمعة، الشركات بتاعة الربح السريع، اكسب واجري، قلب عيشك وامشي. الشركات دي اساسا لا تمت بأي صلة بشركات مكافحة حشرات الصحة العامة. اي حد يقول لك انا هشتغل عندك باللتر تعرف ان شركة مش كويسة. انا هحط لك النهاردة اقراص، تعرف ان هي شركة مش كويسة. اي حد عندك مشكلة قوارض ويقول لك هاجي ارشلك تعرف ان شركة مش كويسة. تمام، ابعد عنها احسن، باللتر بالجيركن. يعني في ناس بتقول لك بالجيركن، انا عندي سائل تمام بيكافح انواع الحشرات كلها اللي على وجه الارض، اللي على وجه الكوكب كله، في الجيركن العمولة ده. تمام، تعرف ان الناس دي تبعد عنها بالمشوار. واكتر ناس تخاف منهم اللي بيقول لك انا المتر اللتر بتاعي ب 10 جنيه او ب 20 جنيه، خصوصا اسف اللي بيقع في المشكلة دي اي حد بيفكر في السعر القليل. اه ده ب 10، ده اللتر ب 10، يعني اقول مثلا هيقعد عندي، هيعمل عندي 3 لتر ولا 4 لتر ولا 5 لتر بكتير، يلا مش مشكلة في 10، يعني اقول 50 جنيه مش مشكلة، مش غرقة. تمام، باختصار الراجل اللي بيقول لك باللتر هيجي يحول شقتك لحمام سباحة، لانه اساسا هو بيشتغل على عدد اللترات. تمام، معاه الجيركن العجيب بتاعه او معاه لتر مبيد، يخش يملى مية من الحنفية ويحط لك سنتي او 10 سنتي من المبيد بتاعه على ال10 لتر مية، ويطلع يفضيهم، يتخلص يخش يملى تاني. تمام، وقابلني عند الكاشير.
اللي كان بيقول لك اللتر ب 10 جنيه، بيقول لك انا عاوز من حضرتك 1300 جنيه، تمام؟ طبعا حضرتك هتضرب اخماس في اسداس ولازم هتدفع، انت خلاص تمام. ابعد عن الشركات سيئة السمعة، ابعد عنهم بالمشوار، تمام. ادفع مبلغ محترم في سبيل انك تجيب شركة محترمة، في سبيل ان الحشرة اللي عندك تقضي عليها، والشركة اللي موجودة او اللي هتجيلك ملزمة من ساعة ما بتتصل بيها لحد ما بترجع تقول لها شكرا كتر خيركم، الحشرة انقضى عليها. ده كان درس النهاردة، وهنشوف الكبسولة هتتعرض قدامنا، تمام. اللي مش شفت الأول مرة اشترك في قناتي، فعل زر الجرس يشارك الرابط مع الغير، خلوه دعوة عامة بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.